السلام عليكم أعزائي الطلبة، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بصحة وعافية ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، وسأل الله أن يتقبل صيامكم. أعزائي الطلبة، اليوم سوف تكون هذه المحاضرة محاضرة مراجعة للفصول السابقة، الشابترات السابقة، لذلك عليكم أن تؤدوا اختبار بسيط وترسلوا الأجوبة لحد الساعة 4 عصرا، يعني بعد وراء المحاضرة ساعتين. السؤال الأول وهو transcribe the following words، يعني شنو phonemic transcription of the following words، الكلمات bake boat board goat take guard، هذه الكلمات 18 كلمة. السؤال identify the spelling rules of schwa. What is the difference between strong and weak syllable? What are the neutralized sounds? وعندك بعد عندك prominence of the syllable is determined by four different factors. شنو هن ال factors of prominence syllable؟ وبعد عندك إضافة على ذلك سؤال there are three types of stress، شنو هن؟ وإضافة على ذلك اذكر لي المثال اللي يحتوي كل أنواع الستريس. What are the characteristics that prove Y and W phonologically consonants؟ سؤال قبل الأخير What happens if Y and W are preceded by 40s consonants p t and k at the beginning of syllable. والسؤال آخر سؤال how stress is studied explain. أتمنى أن ترسلوا لي الأجوبة. deadline ما مثل حد الساعة 4، يعني بعد ساعتين إن شاء الله، وترسلوا لي إياهن وإن شاء الله خير. دمتم بصحة وعافية.